بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله السلام عليكم مرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحرب والسلام في الإسلام ونلتقي حول حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربما أخطأ الكثير والكثير في فهمه لأنهم لم يستوعبوا معاني اللغة العربية والظروف التي قيل فيها هذا الحديث أيضا والنتائج التي ترتبت على هذا الكلام كثير منهم لا لم يستوعب هذا فأخطأ في فهمه وللأسف رد هذا على فهمه لمقصد الرسالة النبوية. كثير منهم يتمسك بما جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جئتكم بالذبح أو أمرت بالذبح، وهذه الجماعة المتطرفة تأخذ هذا الحديث فتترجمه من رؤوسهم من غير ما تقييد بمنهج علمي، تترجمه فتذبح الناس، ولعل حضراتكم رصد كثير من ما ينشر على الشبكات الاجتماعية وغيرها، شبكة الإنترنت، أن كثير منهم نفذ هذا بمفهومه هو. وتعالوا نتأمل هذا الحديث. هذا الحديث له سياق، هذا الحديث له معنى ومقصود، هذا الحديث ينبغي أن يفهم في السياق الأكبر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء رحمة للعالمين. إذن فلماذا قال صلى الله عليه وسلم جئتكم بالذبح؟ الذي حدث أنه صلى الله عليه وآله وسلم في بداية أمر رسالته كان يطوف بالكعبة المشرفة، واجتمع له كثير من الكفار، كفار مكة، واجتمعوا كثيرا، جعلوا يستهزئون به، جعلوا يتعمدون في إزائه صلى الله عليه وسلم، وطاف مرة ثم مرة ثم مرة صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم هكذا نظر إليهم على عادته صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان ينظر إليهم إلا مستحضرا المعنى الذي قال فيه القرآن لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، نظر عليهم وقال إنما جئتكم بالذبح. هذا قريب جدا من كلام المسيح عليه السلام لما تحدث في الكتاب المقدس ويقول ما جئت لأنشر سلاما وإنما جئت بالسيف أو شيء من هذا. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه الذي يشفق على الناس يشفق أن ينزلوا في موارد الهلكة، يكون سببا في هلاك أنفسهم، أو تكون دعوته هو سببا في أنهم في أنفسهم يريدون مورد الهلاك. هذا معنى مهم جدا ينبغي ملاحظته ونحن نفهم هذا الحديث، ونلتقي معه مرة أخرى إن شاء الله تعالى مع حلقة جديدة من برنامجكم الحرب والسلام في الإسلام. انتظرونا، ننتظر أسئلتكم على موقع الفيسبوك.